مفتاح النحو ودرس الطلاب يا جماعة مفتاح النحو علامات الإعراب. نعم. من عرف علامات الإعراب عرف النحو كله، ومن لم يعرف علامات الإعراب يقال رفسه النحو. رفسه برجله من الخلف، يعني لا يمكن أن تخالف. وجموع مجموعها 14 علامة، للرفع 4 وللنصب 5 وللجر 3 وللجزم علامتان، السكون والحذف، وجميع معربات اللغة العربية وبنياتها كلها 7. نعم. 5 بناء واثنان إعراب. المبني الحروف كلها بنية، والأسماء المشبهة للحروف كلها بنية، وهي الضمائر والاستفهام والشرط والإشارة والموصول، والأسماء الأفعال القليلة. نعم. لا سهل. والأسماء الشرط وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام، هذه 6 مبنية. إذا صار عندي 2 مبنيان وهما الحرف وما يشبهه وهي هذه. نعم. والماضي مبني، والأمر مبني، والمضارع إذا باشرت نون التوكيد أو أنس للإناث مبني، والمعرب 2 اسم لا يشبه الحرف ومضارع سليم من النونين. انتهى. ما شاء الله. انتهى النحو. انتهى النحو. انتهى النحو. مرفوعات الأسماء 7 ومنصوباتها 15 ومدروراتها 3، والمضارع معرب إذا سبقه ناصب ينصب أو جازم يجزم، وإلا فهو مرفوع، ولا يكون مرفوعا إلا بضم أو بثبوت نون، ولا يكون منصوبا إلا بحذف نون أو بفتحة، ولا يكون مجزوما إلا بسكون أو حذف حرف علة أو حذف نون. صحيح. هذه أصول العامة. والمعربات كما قال ابن أجرب 8، 4 تعرب بالحركات و4 بالحروف. هذا الأمر سهل عند الأرباب. فأحب دائما النحو يشعر الطلاب فيه بهذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. صحيح شيخنا. خلاص انتهى النحو. انتهى النحو. خلاص انتهى النحو. التفتزاني رحمه الله يقول جمع النحو كله في 72 كلمة. إيه نعم. نعم. إيه كانت عندي هذه موجودة. بارك عندك. الخلاف في النحو ايش تصنع فيه؟